تنطلق الليلة مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دور أبطال أوروبا بثماني مواجهات مرتقبة، أبرزها لقاء من العيار الثقيل يجمع ريال مدريد بغريمه باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو برنابيو. ويتصدر النادي الملكي المجموعة الأولى بسبع نقاط متقدما بفارق الأهداف فقط عن ملاحقي بي اس جي، حيث يسعى أبناء المدرب رافائيل بينيتيز لتحقيق الانتصار ووضع قدم في دور 16. باريس سان جيرمان واحد من أقوى الفرق الأوروبية حاليا، بكل تأكيد حصولهم على أنخيل دي ماريا جعلهم فريقا أفضل. نحن نكن لهم كل الاحترام ولن نرضى سوى بتحقيق الفوز.